السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد، أتمنى تكونوا بخير. اليوم سأعلمكم كيف تلعب عرضية صحيحة في دريم ليج، أو زي ما انتم شايفين كل ما أجي ألعب عرضية الحارس يمسك الكورة، أعمل إيه في المشكلة دي؟ أضغط على الاتجاه اللي أنا محدده، بعد كده أعرض من السي وأشوط من البي. أعملها تاني، أضغط على الاتجاه اللي أنا محدده وأعرض من السي وأشوط من البي. لو انا باجي بلعب الكوره في الاتجاه اللي انا ماشي بيه، عرض الكوره في الاتجاه اللي انا ماشي بيه والكوره طلعت بره ما اتعرضتش، ده بقى مش ادخل على الاعدادات. بعد كده عناصر التحكم، بعد كده صناعه فرص العرضيات، دي لو وقفت تشغيل اخليها تشغيل زي ما انتم شايفين. بعد كده ادخل واشوفها تاني واجرب تاني، ادخل كده، وزي ما انتم شايفين الطريقه نجحت معايا. اتمنى تكون استفدتوا من الفيديو، ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة علشان نستمر.